افضل، قالوا انه في مزايا وفعلا في مزايا، انه يعني بيعزل عضله التدريس من الحاله النفسيه بتاعته، متضايق مبسوط، بيزود بينقص، بيزود مش معقول معقول، حاجه زي كده بيشيل الحاجات دي، بالاضافه انه بتبقى ماشيه يعني، يعني بيسهل علينا وبيسهل عليه كمان بنتحمل حاجات كده صغيره. وقفت المحاضره في السيشن بتاعت الكتاب، والعقد اللي بيننا وبينك الكتاب، العقد اللي بيننا وبينك الكتاب. يعني المفروض ما يجيلكش حاجه خارجه عن الكتاب او تريدها مش موجوده في الكتاب بمعنى اصح. ويعني ما نغلقش وما نستنش عليك وكده، والدنيا كده في الاداره احنا ما لناش دعوه بدرس المحاضره ونحط الامتحان ونسلمه، ما عادش لنا اي دعوه بيه. هم استرفوا معاه بالطريقه اللي هم شافوها. ماشي؟ فعشان كده الكلام مهم. نبدا بقى في شرطة واحدة، قلنا في المحاضرة اللي فاتت الآتي: إن في عندنا حاجة اسمها كومبلكس نمبر، في آخر نظام الأعداد ابتدعوه، لأن هو بدأوا الأول بالناتشرال نمبرز وبعدين تيجرز وبعدين ناشونال نمبرز وبعدين ريال نمبرز، ما وسعتش العين، فلقوا إن هم محتاجين نظام عدد جديد، فجابوا أو اخترعوا ما يسمى كومبلكس نمبرز اللي هو بيضم كل اللي أنا قلته، كل اللي أنا قلته هو واحد. يعني ريال نمبرز ها سبسيت من الكومبلكس نمبرز، وكل اللي انا قلته نفس الكلام. المهم احنا قلنا انه في حاجه اسمها كارتيزيان فورم. كومبلكس نمبر بصيره بحطه بديهولك في كارتيزيان فورم. ليه سموه كارتيزيان فورم؟ لان في اكس وواي اللي هم احداثيات الكارتيزيه. فيبقى كده زد يساوي x زائد i y، فال x وال y احداثيات كارتيزيه زي ما هنشوف دلوقتي. طيب ال x ايه طبيعتها؟ عدد حقيقي ال y، عدد حقيقي ال i، تخيلين ده جزء ناقصان، نركبهم مع بعض عشان نطلع العدد المركب زد. وخدنا في المحاضره اللي فاتت زد كونجيجيت هو عباره عن x زائد i y، وخدنا مقياس زد يساوي كذا التربيع، x تربيع زائد y تربيع. خدنا ارجمنت زد اللي الدم بتاعها يساوي واحد. خدنا الكلام ده وخدنا بعض الخواص بتاع الكومبلكس نمبرز، المقياس خواصه ايه والتجديد خواصه ايه، وقلنا الكلام ده مهم. ليه مهم؟ علشان لما نعمل عمليات الكومبلكس نمبرز ما نغلطش. ما نقولش مثلا 5 على 6 زائد 7 يساوي 5 على 6 زائد 5 على 7. ايوه ينفع اقول العكس ولكن ما ينفعش اقول العمليه دي. ناخد بالنا انه لما بعرف خواص العمليات الرياضيه، خواص الحاجات اللي بشتغل عليها، بشتغل عليها وبشتغل معاها بشكل صحيح، وما بديش ايه خطا في النتائج او الناس ما تضحكش عليا ان انا بعمل عمليه مش مسموح بيها في المجال ده، زي حكايه مثلا مقارنه بين الكومبلكس نمبرز، ما ينفعش اقول اكبر منه ولا اصغر منه ولا اكبر منه او يساوي الكلام ده. فلما تحطه يبقى شكل الامور مش طيب يعني. فناخد بالنا من حاجات صغيره. طيب بعد ما قلنا خلاص المره اللي فاتت قلنا ان في بعض الناس بتقول الكلام ده ممكن يتحط كده، بعض الكتب اللي يكتبوا لك كده يقول لك انت عارف بس الاولاني او الرقم الاولاني هو الاكس هو اللي ما فيهش اي، الرقم الثاني اللي فيه الاي، انت تحط الاي من عندك عشان ما اقعدش كده كل شويه. فيبقى ده شكل من اشكال تعبير عن الكومبلكس نمبر. وده شكل تاني والاثنين كارتيزيان. فقالوا والله احنا ممكن بقى رغم العمليه كده نمثل الكومبلكس نمبرز بالنقط الموجوده في المستوى. يعني الكومبلكس نمبرز كلها نحطها في المستوى اكس واي، نسوي المستوى المركب او الكومبلكس بلين، ويبقى عندنا ريال اكس اللي هو محور اكس والماجنري اكس اللي هو محور واي، ونشتغل وكاننا بنشتغل على الناس التحليليه. قالوا جميل الكلام ده هيبقى كده. ادي المستوى اكس واي، لو عاوز امثل الاكس الاي واي كعدد مركب او الاكس والواي امثلهم ازاي؟ ها اكس هنا ببساطه وواي هنا، تبقى النقطه دي اللي هي زد يساوي اكس زائد اي واي، او اللي هي اكس وواي زمان بالتحليل دي هي ما عندناش جديد. وهنرجع للتسميات القديمه تاني، نقول المستوى اكس واي ومحور اكس ومحور واي، إذا كانت التسميات بتاع الماجنري اكسس والريال اكسس والكومبلكس اللين دي تقيلة عليك أو الأرجن دايجرام، الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت. وقلنا يعني طيب بقى عندنا هنا فورمة اللي هي الكارتيزيان.
طب لما احنا نقلنا في المستوى هل في فوائد؟ هل عملية تستاهل؟ طب احنا بنعملها ليه اصلا؟ قال والله بمنتهى البساطه احنا نقدر نقول انه النقطه في المستوى اكس واي لها نظريه الاحداثيات نعرفها، على فكره لها نظم كتير، حسابات كتير قوي او نظم حسابات كتير قوي، لكن احنا متخصصين في اثنين نعرفهم كويس، البولر والكارتيزي. طالما انا بقى منتهى المستوى يبقى انا دلوقتي اقدر استخدم البولر كوردينيتس اللي هم الار او سي اللي هم كده ار ام وثيتا بالشكل ده. وقالوا طيب كويس لما بمثل العدد المركب كده في الكارتيزيان احطه ازاي؟ صورته تبقى ازاي في البولر؟ قالوا احطه كده زد بيساوي ار اي اس اي سي هديك عدد جنبه ايه؟ فوقها اي اس اي سي، يبقى اللي جنب الاي فوق هي الزاويه، الزاويه دي اهي، واللي قدام الاي هي الارض، ده معروف. يبقى انا لو حطيت لك الصوره دي انت عارف الار كام والثيتا كام والدنيا تمشي. وبالتالي سموه البولار فورم. جميل. طيب الايد اللي احنا نعرفها هي اللي احنا نعرفها 2 7 ما اعرفش، وده شكل البولار فورم والدنيا ماشيه وما عندهاش مشاكل. قالوا طيب هو انا لو حبيت اجيب الار ده بدل الاكس والواي اعرف اجيبه؟ اه من الهندسه التحليليه، ما لان شغلنا بقى بتاع الكومبلكس نمبرز الهندسه التحليليه ودي ميزه، بنستخدم كل القوانين والعلاقات والحاجات اللي نعرفها في الهندسه التحليليه. طالما قلنا الكومبلكس نمبرز دول نقط في المستوى اكس واي، وناخد بالنا انه كل كومبلكس نمبر له نقطه واحده، وكل نقطة لها كومبلكس نمبر واحد، يعني مفيش متاهة، يعني خلينا نقول العدد المركب ده أو النقطة دي أو العكس، يعني دي ماشية فادية. حلو. طيب نرجع تاني بقى نقول يا ترى أر بتساوي إيه؟ أر بتساوي الجذر تربيع الإكس تربيع زائد واي تربيع ده من التحليلين. طب ما هو هنا من الكومبلكس هو مقياس زد، وبالتالي الفايدة الأولى إن أنت مقياس زد معنى اللي هو مسافة، مسافة من نقطة زد لحد نقطة الأصل. يعني هلاقي ده بيساوي مقياس زد. وفي نفس الوقت الزاوية سي التان بتاعها بيساوي إيه؟ واي على إكس. طب ما هي السي دي الأرجيومنت الناحية التانية، يبقى ده الأرجيومنت في معنى كمان. يبقى السيتا دي ممكن أقول إنها أرجيومنت زد. وظهرت عندنا مشكلة. الأرجيومنت زد دي ما هيش زاوية واحدة. ده عدد لا نهائي من الزوايا، في زوايا كتير قوي، اجيب التان بتاعها يطلع واي على اكس. طيب انا هشتغل بقى اي واحده فيهم، انا كمهندس احب اشتغل على قيمه واحده. لو تقول القيم الكتير دي لازمتها ايه؟ عشان اقول والله موجودين معايا لما احتاج واحده منهم لتطبيق معين انا اخدها. فقالوا ارجمنت ريليس مول لها عدد لا نهائي من القيم. ازاي؟ وازاي اجيب منهم القيمه المهمه اللي بيسموها البرنسبل فاليو، القيمه الاساسيه، اجيبها ازاي؟ قالوا الاتي. هناخد قيمة منهم نسميها أرجيومنت زد بالإي كابيتال، لأن الإي كابيتال دي قيمة واحدة بس، لكن بالإي سمول كتير. طب إيه شرطها؟ ألاقيها زي من وسطهم اللي أكبر من سالب باي وأقل من أو يساوي باي. طيب ليه اختاروها كده؟ عشان تمسح المستوى كله. وياخد بالك في قيمة واحدة من ضمن العدد النهائي من القيم ده، واحدة بس تحقق العلاقة دي. طيب كده أنا اخترتها، أول ما يديني الأر اسمه كتير كده، أنقي منهم اللي تحقق المتباينة دي. تبقى هي دي الأر من الإي كابيتال، وتبقى قيمة واحدة، ونقدر نشتغل بيها. طيب السيتا اللي هنا هي دي؟ ولا هي دي؟ تنفع الاثنين. ما هي دي الأر من الإي كابيتال، هي السيتا دي. والأر اللي اسمه خد بالك، ها؟ السيتا دي لو جمعت عليها 2 باي دي نفس الزاويه، و4 باي نفس الزاويه، و6 باي نفس الزاويه، وهكذا لو لفيت بالعكس. وبالتالي يبقى العلاقه اللي بين الارج في الاي كابيتال والارج في الاي سمول هي العلاقه دي. ارج زد بيساوي ارج زد زائد 2 تي باي، والتي بيساوي 0 زائد 4 ناقص 1 زائد 4 ناقص 2 للمبنى هذا. يبقى اذا دلوقتي انا عرفت او ربطت بين الاثنين القيمه الوحيده اللي انا محتاجها في التطبيقات المهمه، والقيمه اللي هي على النهايه من القيمه.
وكلهم ممكن يطبق عليهم سيتا. انا عاوز زاويه واحده اقول سيتا بتساوي الار جي بي كذا. طب عاوز زوايا كثيره اقول سيتا بتساوي الار جي بي سمول. والعلاقه بينهم على الرسم واضحه. الميزه من المزايا الكومبلكس بلين بتبين لي ايه هي الار جي بي كذا. هي دي ها امشي بيها كده لحد ما اوصل لنحو الاكس السالب ما عديش لان هي ما تزيدش عن بعض وارجع الف من الناحيه الثانيه ها مع نحو الاكس اللي بتساوي زيرو والف كده في العكس لحد ما اوصل نحو الاكس السالب بس ما اجيش عليه ليه؟ لانها اكبر من سالب بار ما اوصلش لنحو الاكس السالب واضح الكلام؟ دم طيب ما انا برضه كده الدنيا هتوه شويه هل في حاجه في الحته دي نقدر نضيفها ونتكلم عليها وهي مهمه؟ ايوه ازاي لو اديتك كومبلكس نمبر ازاي تجيب الار اكس ايه كابتن؟ لانك لما وصلت لها خلاص وصلت المنظومه كلها ما عادش عندك مشكله. فقالوا ايه؟ قالوا هو هيديك الكومبلكس نمبر زد. اول خطوه تحدد الربع اللي هو فيه. ده طب والله افترضنا ان انا لقيت الربع الاول. الاله الحاسبه جاما ماينس 1 واي على اكس تديك زاويه تاخدها على طول. هي دي الارجيو في كابتن. يبقى الار جي بي كابتن ناخدها هنا من الاله الحاسبه على احنا بنتكلم على الارجمنت زد في ايه كابتن هي المفروض تبقى اكبر من سالب باي واقل من او يساوي باي هي دي. طب لو الزد عندي ربع الرابع اعرفها منين؟ الاكس موجبه والواي سالبه تمام؟ لو هي هنا في الاله الحاسبه احط تم نصبان واي على اكس دي قيمة اخدها على طول تبقى هي الارجمنت الايه كابتن يبقى من الاله الحاسبة على طول. فين بقى المشكلة عندي الاثنين دول؟ ركز لو عندي زد هنا الواي بتاعتها سالبة والاكس بتاعتها سالبة لما اقسمهم على بعض يديني قيمة ايه؟ موجبة والاله الحاسبة تطلع لي زاوية فين؟ الربع الاول وده ما ينفعش انا لازم احط الزاوية بتاع النقطة اللي بتكلم عليها. هتديني زاويه هنا اعمل بيها ايه عشان اوصلها لهنا؟ ها؟ اجمع ولا اطرح؟ اطرح منها بار يبقى اللي في الاله الحاسبه ناقص باي عشان تجيب لي هنا يبقى انا جبتها في مكانها بالنسبه للربع وحققت العلاقه دي انها ما تزيدش عن باي لو كنت جمعت باي هتزيد عن باي لانها قيمه مجابه باي على اربعه مثلا لو اجمع عليها باي تبقى خمسه باي على اربعه صح هتديني الزاويه مظبوط؟ لكن مش هتحقق العلاقه دي انها اقل من او تساوي بالعكس. طيب ولو كانت هنا هديني زاويه بالسالب زاويه في الربع الرابع او اعمل فيها ايه؟ اضيف عليها باي عشان تجيب لي الزاويه اللي موجوده هنا. يبقى القيمه اللي موجوده في الاله الحاسبه زائد واي لو كانت نقطه زد موجوده هنا. يبقى اول خطوه بحدد الربع اللي فيها زد وعلى طول من الشكل ده اعرف الربع الاول نتيجه الاله الحاسبه، الربع الرابع نتيجه الاله الحاسبه. الربع الثاني نتيجه الحاسبه زائد بار. الربع الثالث نتيجه الحاسبه ناقص بار. وكده اجبت الار بي كابتن وظبطت نفسي. علشان نطبق الكلام ده وركز معايا بقى بسرعه كده لان انا عاوزك تعمل الكلام ده هوا. يعني ايه هوا؟ في المسائل تحتاجها كتير جدا اللعبه دي. بيديلك نقط معروفه محفوظه علشان ما تقعدش تجهد نفسك في انك تضرب اعداد مركبه وتعمل حاجات احنا عارفينك انت شاطر فيها. طب نجيب لك النقط دي علشان تخلص المساله على طول. تقول الار جي بي كابتن بيساوي كذا على طول. ما حدش هيسالك جبتها منين لانها مشهوره. دي زي واحد زي واحد بيساوي اثنين. النقط دي اللي ايه مثلا؟ هنقول زد والارجمنت بتاع زد بسرعه. لو قلنا النقطه واحد زائد ار الار جي بي كابتن بيساوي كام؟ كام؟ 45 كام؟ باي على 4 اتكلم ولو قلت انا صححها اي مشكله باي على 4 على طول انا بعمل ايه؟ وانا واقف قدامك ايه؟ اه 1 1 زائد 45 باي على 4 انا بحسبها كده وانا واقف في المحاضره ما برسملكش وما بكتبلكش لان خلاص الكومبلكس دي من فوائده انه بيوضح لي الامور فبالتالي مش محتاج ان انا ارسم واضرب واجمع والحاجات دي. فدي نقطة سهلة. طيب لو خدت النقطة ناقص واحد زائد ار تبقى
اجمع عليه كام؟ ضيع على اتنين لان انا مفروض مين؟ التاني ها؟ الربع التاني الربع التاني لو حسبتها من الحسبه دي كام؟ سالب باي على اربعه اجمع عليها باي تبقى 3 باي على اربعه 3 باي على اربعه ودي واضحه من غير مجمع ومن غير مطرح ومن غير حاجه من هنا كده انا عارف انها هنا الزاويه بينها وبين حوالي اكس كام؟ 3 باي على اربعه طب لو قال لي ناقص واحد ناقص اي يا ترى الزاويه بتاعتها كام؟ ها؟ كام؟ 45 بس كده ناقص واحد ناقص اي سالب 3 باي على 4 يبقى سالب 3 باي على 4 طب لو خدت النقطة 1 ناقص اي كام؟ سالب باي على 4 سالب باي على 4 النقط دي على طول في ذهنك عارف ان الار دي ثابتة طب بالاسم بقى تجمع زي 2 كي باي 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 جميل طب في عندك نقط ثانيه برضه مشهور النقطه واحد الدرجه بتاعها بالايه كابتن كام؟ زيرو زيرو مش كده؟ لانها على محور اكس طب النقطه اي طيب والنقطه سالب واحد بار مش ناقص باي ناقص باي غلط بار لانه ناقص باي مش معايا اكبر منه طب النقطه هنا اللي هي سالب اي يبقى ناقص باي على كده الدنيا ماشيه والنقط واضحه بالنسبه لي واللي يخلي المنظومه دي ماشيه وبسهوله ومن غير حاجه التخيل الكومبلكس الدين حط النقطه فيه واجيب الزاويه على طول مباشره تصور كانت زاويه بسيطه من الزوايا دي او 30 درجه او 60 درجه او الحاجات ماشي الحال؟ جميل طيب الحاجه الثانيه اللي بنستنتجها من التمثيل ده انت عارف انه زد في الكارتيزيان بتساوي اكس زائد اي واحد وانت عارف ان هي فيها علاقه بين البولر والكارتيزيان اكس بيساوي ايه؟ ار كوساين سي طب والواي بيساوي ايه؟ ار ساين سي ده معوض كده يبقى زد بتاعتنا لو اشتغلت بالهندسه التحليليه اللي انا دلوقتي بلعب في الملعب بتاعها اللي انا دلوقتي رحت لها هتساوي ايه؟ هتساوي ار كوساين ثيتا زائد اي ار مشترك يبقى اي ساين ثيتا جميل المحور زد هو زد والار هي الار يبقى ايه اس اي ثيتا بتساوي ايه؟ كوساين ثيتا اي ساين ثيتا من اهم العلاقات عندنا في الكومبلكس اناليسيس وده مش اثبات ده بس كده يعني بالاماره لكن الاثبات انا لو شطر خمسه بالكامل ازاي ده بيساوي ده؟ لان الاي اللي احنا عارفينها والكوساين والساين ده اللي بتوعنا ايه اللي جاب الاي للساين والكوساين هي لها علاقه بالشاين والكوساين احنا عارفين لكن بالساين والكوساين ايه العلاقه هنجيبها ان شاء الله في شابتر 5 ونثبتها يبقى في الحاله دي بنجيب علاقه اويلر دي اس اي ثيتا بيساوي كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا علاقه مهمه واساسيه في الكومبلكس هنسموها اويلر فورمولا علاقه اويلر وايه كمان؟ لما انا حولت من كارتيزيان للبولر بتعمل لي عمليه الضرب والقسمه بسهوله تديني معنى جميل قوي ممكن استخدمه في التطبيقات العمليه مجرد ما حولت التحويله دي. طب الضرب والقسمه تعمله بسهوله ازاي يعني؟ والله عمليه بسيطه. لو عندك زد واحد في زد اثنين عمليه ضرب وزد واحد ار اي اس اي ثيتا واحد خليها ار واحد وزد اثنين ار اثنين اي اس اي ثيتا اثنين احنا عارفين حصل الضرب بيساوي ايه؟ ار واحد ار اثنين اي اس اي ثيتا واحد زي ثيتا اثنين احنا عارفين كده طيب انا على طول ببساطه بدل ما اقعد افك اول في اول واول في ثاني وثاني في اول وهكذا واي تربيع بيساوي سالب واحد واجمع لا احط على طول بين 5 في 6 ب 30 ومش عارف باي على 2 باي على 3 بيساوي خلص طيب زد واحد على زد 2 بيساوي ايه؟ ار واحد على ار 2
يقول صراي سيتا واحد مع سيتا اثنين. تمام. طب ما ده احنا عارفين. انا عارف انك عارف. بس نطبقه ونستخدمه في حالة عملية ازاي? يعمل لنا ايه يعني? اولها انت من شوية احنا قلنا في اربع نقط مهمين. وهنستخدمهم في حاجات تانية. زي ايه يعني? زي ده. انا عارف ان نقطة واحد هنا واي هنا وناقص واحد هنا وناقص اي هنا. وعارف ان الواحد دي عبارة عن واحد اي اس اي زيرو. ده هو بشتغل بالاي كابتن. والاي عبارة عن اي اس اي واي على اثنين. وعارف ان ناقص واحد اي اس اي بار. وعارف ان ناقص اي بيساوي اي اس ناقص اي باي على اثنين. كويس. ولو بشتغل بالاي سمول اجمع اثنين كي باي على كل الكلام ده. طيب ما انا عارف ان واحد اي بيساوي ار. ولو خدت الاي دي وضربتها كمان في اي يساوي ايه? صح. ولو خدت سالب واحد دي وضربتها في اي دي ايه? سالب واحد. ولو خدت السالب اي دي وضربتها في اي دي واحد. حلو. ده كلام جبر وجميل واحنا عارفينه ونعمله زي الفل. نمثله ازاي هنا? خد بقى. ادي واحد. اضربها في اي يديني ار. يعني ده اضربه في اي يديني نقطة ليه? جت منين? ما انا بضرب ده في ده. ها? ار في ار واحد برضه. شوف? والزاوية بمحة على الزاوية. زيرو زائد باي على اثنين بقى باي على اثنين. يعني لما اضرب ده في ده اللي انا بعمله بالجبر هنا. اقدر اعمله الناحية التانية باني اضرب الاعداد المركبة بالمولر فورم. يبقى بجمع الزوايا والاقف ار واحد. طيب? ولما اضرب اللعبة التانية اي في ار. يعني باخد ده واضربه في نفسه. المقياس واحد في واحد في واحد. والزاوية بمحهم على بعض. يديني ايه اس اي بار اللي هي عبارة عن ايه? ناقص واحد. وهكذا في باقي العلاقات. يعني اذا كل مضرب في اي بزود الزاوية 90 درجة. شوف? اي عبارة عن ايه اس اي باي على اثنين. لو عندي اي نقطة اضربها في الاي تديني المتعامدة عليها على طول. ليه? لان لو خدت هنا عدد مركب زد. اضربه في اي. يبقى انا هضرب الطول بتاعه في كام? في واحد. والزاوية بتاعته اللي هنا اجمع عليها كام? تسعين. يبقى هيديني النقطة دي. اللي سميها زد واحد. اللي هي علاقتها بزد ايه? ده هيساوي ده. والزاوية دي 90 درجة. دي شغل القطاع على طول. ولو هضرب في ناقص واحد لكن هضرب في اس اي باي والدنيا تمشي. طب لو واحد قال لك اثبت لي ان اي اس اي باي على اثنين بتساوي ار. اثبت الحكايه دي. عاوز اثبات. طب نعمل ازاي? ايه الارقام? ايه الارقام? بس البقاء وصلت. ها? نعملها ازاي? وين الفوق? اي اس اي باي على اثنين. بيساوي اس اي باي على اثنين بكام? زيرو. زائد اي ساي باي على اثنين. ساي باي على اثنين بكام? هي دي بتساوي. شوف. هاي بتساوي. طب واي اس اي باي بيساوي سالب واحد? اه. اي اس اي باي بيساوي كوساين باي زائد اي ساين باي. كوساين باي بكام? سالب واحد. وصار ماي بكام? بزيرو. طلع ده بيساوي ده. يبقى العلاقه دي انا ممكن استخدمها في الاطار ده. ولو انا عندي حاجه كده في المستوى وعاوز اجيب الطول العمودي عليها البعد العمودي انا اضرب اصل ايه في مجرد فؤاد. تديني نفس الطول والمتعمد عليه. طب دي تنفعني في حاجه? اه. لو اقول لك والله انا عندي مثلث احد اضلاعه زد. ارسمهولي. ثلاث قائم الزاوية. ها? زد احد اضلاع القائمة. قول له حاضر. زد في اي
يديك النقطه دي على طول. مجرد ما اخد العدد المركب ده واضربه في اي يديك احداثيات الايه الراس الثانيه، ويبقى المثلث بتاعك كده. عاوز مني اعمل مساحته مقياس زد تربيع على 2 اللي هو ايه قاعده الارتفاع على 2. عاوز ايه منه ثاني؟ حددته لك وحطته لك وظبطت لك الدنيا. هل ده الحل الوحيد؟ مره في ايه سالب 1 تمام، هيديك المثلث الثاني. فلو قال لك هات المثلث ده والله عندي 1 2 وخده معاهم 2، قال لك عاوز واحد لو ضربت في اي ناقص اي. طب لو عاوز مساحه فيش معايا اضرب في اي في ناقص اي مساحه 2 متساوي، لو مساحه ده منطبقين طب ما اعرفش كل اللي انت عايزه مربع تقدر تعمل. طيب جميل قوي. لو انا عايز اجيب ناقص زد يطلع فين؟ جميل، يعني هاجي ده بالعكس وناقص زد قدام ضربت في اي تربيع، يعني برضه ما غيرتش لو اي اس اي باي ما غيرش الطول لكن غيرت بس الزد جمعت بقى. طيب لو عملت اللعبه دي انا رسمت ايه؟ ده قائم ده قائم ده قائم ده قائم، واختار بنصف كل منهم الاخر وبيساووا بعض القصه بتاعتنا دي معين ويطلع مربع ويطلع حاجات ثانيه. انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي في الكومبلكس بين باستخدام الحته دي ومتوازي اضلاع. لو قلت زيد واحد وزيد اثنين مش متعامدين وجمعت الاقي الدنيا مش. طيب حكايه زيد واحد وزيد اثنين وتجمع دي تجمعها زي ما احنا هنضطر نرجع للجبر؟ لا، برضه ميزه من مزايا تمثيل في المستوى المركب في المستوى اكس واي. قال لك هي مش انت قلت لي عدد مركب هو نقطه حسب اكس واي، طب ما تعمله لي بوزيشن فيكتور. ما هي كل نقطه في المستوى لها بوزيشن فيكتور واحد، يبقى العدد المركب ركز معايا جبريا احطه اكس اي واي بالبولر فورم عندي زاويه وعندي وضع نقطه الاصل، وممكن اعمله بوزيشن فيكتور. والبوزيشن فيكتور ده اقدر اقول ايه مركبه اكس ومركبه واي، بقت الاكس واي دلوقتي ايه مركبات البوزيشن فيكتور. طيب ما انا ممكن استخدم الفيكتورز بتاع الهندسه التحليليه، ماشي مش مشكله استخدم الفيكتورز. طب اعملها ازاي واشتغل فيها ازاي؟ كالاتي ركز. لو انا عندي زيت واحد وزيت اثنين واعتبرهم بوزيشن فيكتور وعايز اجمعهم على بعض ايه اللي يحصل؟ ولا حاجه. ادي المستوى المركب وادي زد واحد وادي مثلا زد اثنين متوازي الاضلاع يديني القطر الرئيسي عباره عن زد واحد زي زد اثنين صح؟ طب ما هي سهله المره اللي عندي مغنى بالجبر دي والار والسيتا والار والكذا، لانه بالرسمه اقدر افهم النقط بتتحرك ازاي والنقط ماشيه ازاي، لكن ما اقدرش اجيب ارقام بدقه. يعني انا مثلا طلعت محصله هنا افترض انها كده بصوت طلعت باي واي، يعني باي زائد اي اي، هل اقدر اجيب الرقم اللي هنا او الاحداث اللي هنا بالدقه المطلوبه؟ مهما كنت بالهندسه تديك الشكل العام لكن ما تديكش ارقام بدقه، لكن من يديك الدقه بقى؟ لا، الاله الحاسبه والجبر والفيكتورز والكلام ده هو اللي بنحسبها بالحساب، لكن بالرسم لا. طب ما ملهاش لازمه؟ لا ليها لازمه. انت عارف خواص الكومبلكس نمبرز كتير منها يظبط بالجبر وكتير منها يظبط بالجبر والفيكتورز، وجزء منها يظبط بالفيكتورز بسهوله قوي ما عنديش مشاكل فيه. زي ايه مثلا؟ العلاقه اللي انا خدناها اللي هي بتقول مقياس زد واحد زائد زد اثنين اقل من او يساوي مقياس زد واحد زائد مقياس زد اثنين، يبقى العلاقات اللي اثبتها في الدفع يعني متعب شويه لكن بيجي، يعني ممكن في متناول ايدينا نعمله. لكن شوف بالهندسه التحليليه يجي ازاي او بالفيكتور، هو فين مقياس زد واحد؟ هو طول ده، هو ده مقياس زد واحد طول. طب وفين مقياس زد اثنين؟ هو ده طول ده اهو اللي هو بيساوي. طب فين مقياس زد واحد زائد زد اثنين؟ هو ده. طيب هل ده اكبر من ده زائد ده؟ من الهندسه التحليليه في اي مثلث طول اي ضلع
اكبر منها ويساوي مجموع طولي ضلع عن الاخرين ومشي. لا اكس واحد زاد اي واي واحد ولا اكس اثنين زاد اي واي اثنين ولا اي حد. لكن بالجبر اختار هنا ترفع الطرفين وبعدين مش عارف استخدم العدد المركب في المواقف بتاعه ولا لسه كده تاخدها في السكاشن هو موجود عندك في الكتاب. لكن بالهندسه تخلص كده وما حدش يقول لك حاجه، مش انت معلمني فيكتورز ومعلمني هندسه حاليا عشان استخدمها في كده. طيب بعلاقه ثانيه برضو ايه سهله وبسيطه وصغيره كده، بتقول انه مقياس الزبده بيساوي مقياس الكونجيجيت، وانه الاكس بيساوي زد زائد زد كونجيجيت على 2 والواي ما اعرفش بيساوي ايه. هل اقدر اثبت الكلام ده بالهندسه؟ ما انا اقدر اثبته بالجبر سهل. لا بس انا عاوزه بالهندسه، عاوز اشوفك انت ايدك ماشيه في الموضوع ولا لا. بسيطه يعني، لو قلت عندي عدد مركب زد هجيب الزد كونجيجيت بتاعه واقول ان اكس بيساوي زد زائد زد كونجيجيت على 2 والجبر خلاص اكس زائد اي واي زائد اكس ناقص اي واي، الاي واي تروح مع ناقص اي واي يبقى 2 اكس على اكس يطلعوا اكس اهو. خلص الجبر سهل. لكن هو ماشي في راسه عاوز بالهندسه او محطه. ادي المستوى المركب اهو. فين الزد؟ مثلا طلع كده، تقول له انا فرض ان الزد طلع كده. زد. ده الشغلانه بتاعتي. فين الزد كونجيكت؟ تحت. حتى اداني معنى الزد كونجيجيت هو ايه؟ لو ده فيكتور الثاني متماثل معاه بالنسبه لمحور مين؟ اكس، محور اكس مرايه الصوره بتاعته. يبقى ده زد كونجيجيت، ركز هنا اكس هي دي، لو هنا واي كمسافه تبقى هنا واي كمسافه، لكن كاحداث يبقى سافه. انا بقول المسافات دلوقتي. اجمع بالفيكتورز. النقطه المحصله تقع على محور اكس برافو. يبقى لو انا جيت اجيب المحصله هنا اهي. طب المحصله دي اللي هي عباره عن ايه؟ زد واحد زي اسف زد زي زد كونجيجيت فرمان اثنين. طب والطول ده انا كنت عامله ايه؟ اكس. طب وده كمان ايه؟ اكس. يبقى كمان اكس. يبقى عندي 2 اكس بيساوي زي زي زد كونجيجيت، يبقى الاكس بيساوي ده زائد ده على 2 ببساطه. برضه سهله ماهيش صعبه. وحاجات كتير يعني، هو دلوقتي اداني معنى زد كونجيجيت، اداني معنى للزوايا، اداني معنى للشكل، اعرف حتى النقط بتتحرك مع بعض ازاي في المستوى، الدنيا ماشيه. حلو. طيب مفيش تطبيق عندكم كده برضه زياده يعني اشوف حاجه كده جامده او تقيله؟ سواء في الاقسام الكهربائيه او الميكانيكيه بيبقى عندهم عاوز يرسم رسمه. رسمه ليه؟ اما دايره كهربائيه موجوده، يا اما عندهم في الميكانيكا بيبقى فيه لو عنده خط انابيب ليه نهايه، نهايته ماسوره فعاوز يقفلها، فبيعمل ايه؟ حاجه اسمها فلانشه كده وقرص، حط على نهايه الماسوره دي على الفلانشه دي واعمل شويه تقوب واربط مسامير وحط بين الاثنين ايه؟ حشوه كده علشان ما تنفذش السائل او الغاز. فهو بيقول لك انا عاوز ارسم الفلانشه دي مثلا 20 مسمار على محيط دايره واحده وكلهم مسامير ونصها مسدسه، وهرسم بقى ايه؟ كتالوج عشان هرفقه بالمكنه دي او بالحاجه دي، فهرسم بقى 20 مسمار ب 20 راس ب 20 احداثي بهالوم معاه وارسم فيه مثلا على قد ما ارسم. هل في حاجه عندكم تسهل الموضوع ده؟ بمنتهى البساطه هو ده الشغل بتاعك. الحته دي تحت التطبيقات يقول لك مثلا انا اتخيل انه الدايره اللي احط عليها المسامير دي او بالنسبه لك انت كومبوننتس كهربيه شكلها واحد ترانزستور، هرسم منها 100,000 في البورده دي بس كلهم واخدين نفس الشكل، او مش عارف اي سي او الى اخره كله تمام. ابدا احدد مكان المسامير بالنسبه لي. خلينا نتكلم عن المسامير. انا عارف انهم 20 مسمار، ابدا باول واحد هنا وطبعا هحطهم ايه؟ تماسك، الزوايا اللي بينهم متساويه مش كده؟ كلهم على بعد الار نقطه الاصل والزوايا بتاعتهم متساويه، يعني اول مسمار يبقى هنا يبقى ثاني مسمار ليه زاويه متساويه، ثالث مسمار معرفش فين، رابع فين لحد ما اجي ارجع هنا ثاني. يبقى الزاويه بين اول مسمار وثاني مسمار كام؟ 2 باي على ان، لان قسمتهم ان ايه؟ ان زاويه عند ان مسمار، يبقى دي على طول 2 باي على ان. حلو. ارسم بقى واقول المراكز اسميها عشان اعرفهم من بعض. هقول هنا زيت موت
وهنا زد واحد وهنا زد اثنين وهنا زد ثلاثة وهكذا لحد ما اوصل لزد ها ام ناقص واحد عشان عندهم ام بدي بزيرو بعد الواحد اثنين ثلاثة أربعة لحد ان ناقص واحد والزيرو كمان بقى وين المسمار ابدا اقول مركز المسمار الاولاني زد نوت او ترانزستور الاولاني او ايا كان يا ترى التعبير الكومبلكس بتاعه ايه ار بعد عن نقطه الاصل والزاويه بتاعته زيرو هنا اشتغل بالار بالاي كابيتال لان عاوز بوزيشن بس مش عاوز حاجه تانية بتقول لي زيرو زي 2 باي زي 4 باي كلهم هيوصلوا لي نفس النقطه مش عايز حاجه يبقى ايه اس اي زيرو لو عاوز اجيب زد واحد من زد نوت اقول زد واحد بيساوي ايه زد نوت اضربها في حاجه اللي هي ايه اس اي 2 باي على ام الزاويه اللي منهم بس مقياس واحد عشان ما اغيرش الار والزاويه اللي عندي خلاص يبقى اضربها في ايه اس اي 2 باي على ام يعني اساوي ار اي اس اي 2 باي على ام وبعد كده اضرب في ايه مش اس اي 2 باي على ام وهكذا في كل المراكز اللي موجوده عندي دي 2 و3 و4 و5 بعلاقه تكراريه في كل المراكز فرصه ما انا كده دخلت نفسي في ورطه ثانيه انا عندي كل نقطه لازم ارسم مسدس اللي هي راس المسمار او شكل الاي سي او شكل الحاجه اللي عندي اجي رسم واحده بس على نقطه الاصل كده اهي دي رسمتها اشتغلت فيها شويه طبعا على فكره برضو الدايره اللي موجود عليها النقط بتاع راس المسدس دي معروفه عندي اعملها بنفس الطريقه دي اول راس على محور اكس يوصل اي 0 اضربها في يوصل اي 2 باي على كام بقى؟ على 6 ها 2 باي على 6 و2 باي على 6 اجيب الرؤوس المختلفه وخلاص خلصتها اقول الكمبيوتر وصل بينهم وريحت نفسي جبت راس مين؟ واحده لو النقطه دي جمعت عليها الار توديني فين؟ للنقطه دي ها على طول ترانسليشن يبقى اجمع على الرؤوس دي كلها زد نقط كلها قمت فين المسمار اللي هنا بالظبط طب لو جمعت على النقط اللي هنا زد واحد توديني فين؟ طب على زد 2 طب وزد 3 هنا وزد 100 هنا وزد مليون هنا مش عملت مسمار واحد وقسمت النقط وكل حاجه تمام بالبولر كوردينيتس الدنيا ماشيه او بالكومبلكس او بالشغل بتاعك زي ما تحب فكلها ملعب واحد احنا نعرف نلعب ايه كويس نلعب يعني لما اديك اثبات او اديك مساله او اديك معادله اقول لك حل ولما الاقيك حليتها باستخدام الفيكتورز اضرب مهاره المهندس الشاطر اللي عنده ادوات كتير ويعرف يستخدمها واحد حلها بالجيومتري جميل واحد حلها بالكومبلكس زي الفل اي حاجه المهم انا عندي مشكله جوايا عندي مساله عندي حاجه عاوز احلها واقول لك يا باشمهندس حل لي المشكله دي ما تقوليش اصل انا شاطر في الكومبلكس طب ما بتحلش بالكومبلكس صعبه زي ما نشوف مساله دلوقتي صعبه جدا بالكومبلكس لكن تيجي بالهندسه خطوتين احلها بالهندسه وانت ما عندكش قيود التفكير حل زي ما انت عايز بس حل صح حل صح تمام يعني لو انت جبت افكار جديده عليا انا ما اعرفهاش حل لي صح المساله بقى لان هبص النتيجه النهائيه مش عايز اذاكر الموضوع اللي انت جبته له عشان بس يبقى الاتفاق بيننا وبين بعض يعني كان في السيفرال فاليوز الترم الاول طلبت منه مساله تتحل بالسيفرال فاليوز راح طبق عليها لابلاس انا مالي ومال لابلاس يا عم انا بدرسك لابلاس لا ما درسش بس انا ما اشترطتش عليه في المساله يحل بالسيفرال فاليوز وانا مش مذاكر لابلاس وانا ما اعرفش هو طبق لابلاس صح ولا لا وغلط فين ما اعرفش عشان اديله جزء من الدرجه او ما اديلوش فبعمل ايه اوصل النتيجه طلع لي النتيجه اللي موجوده في السيفرال فاليوز 10 من 10 ماليش دعوه انا ما اشترطتش عليه واحد شاطر في لابلاس حل لابلاس طب واحد بقى طلع لي النتيجه في خلاص انا مسيبك ماليش دعوه انا بدك لابلاس ولا بعرف فيه ولا هروح ارجعه ولا هعمل لك حاجه حليت بالطريقه البعيده انا ليه عندك ليك عندي او ليه عندك نتيجه طلعتها يبقى انت حليت المشكله ما طلعتهاش في الحاله دي انا مضطر ان انا ما اديكش درجه لان ما اعرفش قدام دي انا ما اعرفش لكن اعرف النتيجه خمسه طلعت الخمسه خلاص طلعتهاش براحتك مش مهم كل مرة عاوز ازود الزاوية بس يعني انا مش عايز اغير الطول ده عاوز ان انا هضرب فيه
اللي هو ايه اس اي 2 باي على ام مقياسها بكام؟ 1. فالطول ما اتغيرش لكن الزاويه كل زاويه الجامعة عليها كام؟ 2 باي على ام 2 باي على ام لحد ما اوصل للزاويه النهائيه. باشمهندس خليك بقى معايا واللي قدامه ما يكلمش. يا باشمهندس واضحه كده؟ تمام؟ اي اسئله؟ اي اسئله؟ ده مهم. ده بقى في الام سي كيو زي الفل. اقول لك النقطه دي احداثياتها اي زائد 3 4 مش عارف ايه، صح ولا غلط؟ اختيار، اعمل لك اربع اختيارات. يعرف تجيبها زي هوا عشان الام سي كيو مساله كتير. هو ما بيعتمدش على انك تقعد تفكر تمسك القلم وتنسى نفسك، لا. عندك مساله عاوز تحلها. دي كذا، طب دي بتاعت مين؟ الزيت كام؟ اللي هي بتساوي كذا. طب ودي بتاعت الراس كام؟ ومجموعين على بعض بتساوي كذا، خلص. لكن تقعد تنسى وتفكر ما عندناش. فالحاجات دي بقى جميله في الام سي كيو. انا اعمل ايه؟ 100 نموذج من المساله دي. صح؟ كل نموذج احط فيه راس مختلف. واقول له دي بتساوي كذا ولا لا، وانت حر وجمع وظبط. ماشي يا شباب؟ اي اسئله في الجزء ده؟ احنا عندنا دايما مركز نقطة الاحداثيات ومركز المحاور اطلاق عند نقطة الاصل زيرو، وعملوها علشان الناس كلها تبقى مكافأة. ابدا ارسم على السبورة واحط لك الزيرو، ترسم انت الورقة اللي عندك وتحط الزيرو. كلنا بنرسم في ورق مختلف والزيرو في الواقع مختلف، لكن لما احط الورق على بعضه يطلع النقطة كلها الوقت على بعضه. اي اسئلة؟ الدنيا ماشية؟ ماشي. طيب احنا كده خد بالك نقلنا نقله كبيره من كومبلكس اناليسيس، شويه ارقام مركبه وجمع وطرح وضرب وجزمه، ان احنا دخلنا في حاله عمليه ان احنا نرسم ونشوف احداثيات ونظبط حاجات على قد المستوى ده. كويس ماشي. طيب لما بنخش في الدراسه بتاعتنا دراسه الجد بيديك معادله ويقول لك حلها. طب المعادله دي حلها على ايه؟ على الحته دي. اسهل مثلا عندنا، لو عندنا مثلا قرص عليه توزيع درجه حراره، فهنا في معادله تفاضليه بتحكم توزيع درجه الحراره على القرص. عاوزك تجيب لي الحل بتاع المعادله التفاضليه. انا مهتم بايه؟ بالنقطه اللي في القرص بس. طب واللي بره القرص انا مالي؟ ما تلزمنيش. فانا عاوز بقى اقول لك حل على المنطقه دي، فلازم احددها لك. فازاي اكتب لك بقى المنطقه بالكومبلكس، وازاي اكتب لك المحيط بتاعها بالكومبلكس، عشان تعرف انا طالب ايه على ايه وتستخدمه ازاي. والكلام ده هيبقى الفرع الثاني من الشغل بتاعنا من رياضه 4، حل المعادلات التفاضليه الجزئيه على مناطق، على قرص، على نص مستوى، على كذا. هو ده الشغل بتاعكم في الجزء الثاني. فاحنا يعني بنقرب منه بس في الحته دي، لكن احنا شغلنا لحد ما منفصل بيننا وبينهم، هم شغل واحنا شغل. طيب الحته دي درسوها تحت عنوان ايه؟ الكيرفز والريجونز في الكومبلكس بلين، ها المناطق والمنحنيات في المستوى المركب. يقول فيها الآتي: عندنا بنقول زد نوت اللي هي عباره عن اكس نوت زائد اي واي نوت، دي زي دي. يبقى اقول هنا زد نوت اللي هو بيساوي اكس نوت واي نوت او اكس نوت زائد اي واي نوت، ده المركز بتاعه. وعندي نص قطر. كويس. نص القطر ده يبقى المعادله بتاعتي بالهندسه التحليليه، خلينا بالهندسه التحليليه تبقى اكس ناقص اكس نوت تربيع زائد واي ناقص واي نوت تربيع يساوي ار تربيع. بس والله. طب انت جبت المعادله دي منين؟
انا لو قلت اثبتها خمسه نعم ده تعريف الدايره. هو ده مش تعريف الدايره، هو التعبير عن الدايره. بعبر عن الدايره بالاكس واي كوردينيتس كده، بالكارتيزيان كده، تعبير عنه، لكن هو مش التعريف. ايه التعريف؟ يعني الباشمهندس هو بجيب نقطه على الدايره اسمها يا باشمهندس اكس واي، برافو، النقطه اكس واي، وبعدين ده التعريف، ده التعريف، تعريف الدايره كده شباب. دي المفاهيم المهمه، برافو، 10 على 10. دي المفاهيم المهمه، تعرف الفرق بين التعريف واللي انا بخرجه من التعريف. لما اكلمك اسالك حاجه تديني الخواص بتاعتها، مش صح؟ لان انا بسالك عن الحاجه تعريفها ايه. يعني مثلا بالظبط عشان اشبه الكلام بتاعي، انا جبت واحد من زمان قلت لكم مين الباشمهندس ده، انا عايز ايه؟ محمد علي، مش عاوز شعره شكله كذا ولا لابس نظاره، ومش عايز دي خواص، انا عايز اسمه، مش هكتب كده في الكشف الراجل اللي شكله كذا. فلما اقول لك تعريف، اعرف ان التعريف تعريف، ناس تعرف الحاجه بالتعريف بتاعها، يقولوا لبعضها يعرفوه. طب انا بقى بعبر عنها ازاي في البوره، بعبر عنها كذا، بعبر عنها ازاي في الكومبي نفس كذا، وبعبر عنها في الكارتيزيان ازاي كذا، ده تعبير. وشويه بقى موديك الخواص ومش عارف ايه والقصص اللي انت بتدرسها شغل ده. فتعريف الدائره زي ما زميلك قال، نقطه تتحرك بحيث يكون بعدها عن نقطه ثابته يساوي هو ده الدائره. ليه تقولها لاي حد بيفهم تحليليه، بيفهم جبر، بيفهم معرفش ايه، يفهمها، هي كده، ده التعريف. عموما اطلع منها المعادله دي ازاي بقى؟ البعد، تمام، البعد كله فن يساوي الجذر التربيعي، ده ناقص ده تربيع وده ناقص ده تربيع بيساوي الار تربيع، مربع الطرفين تطلع لي دي على طول، مش كده؟ هي دي. جميل. طب انا بقى عاوز استخدم التعريف علشان اطلع معادله الدايره في الكومبلكس بلين. يا ترى البعد بين النقطتين اللي هي دي هسميها زد، ودي هسميها زد نقطة، البعد عباره عن ايه؟ مقياس، برافو عليك. يبقى مقياس زد ناقص زد نقط بيساوي، والله دي معادله الدايره في الكومبلكس هي. المسافه من زد نقطه تحرك تكون المسافه بينها وبين المركز دي مسافه كبيره، ولا توجع دماغك بقى وتقول له الجذر التربيعي ولا ربع ولا اي حاجه، يقول لك معادله الدايره. انا في الهندسه التحليليه هعمل ايه؟ قال له عندك دايره ومركزها كذا ونص قطرها كذا والمحيط هو، ناخد نقطه على المحيط اسمها اكس وواي، والمركز اكس نوت واي نوت، وما ان المسافه هي الجذر التربيعي واربع الطرفين ويطلع. انا بقول لك معادله، تقول لي ما هي المسافه بين زد وزد نوت حسب نقطه المركز بيساوي كل مسافه ار، وانا احط وماشي، مش اكتر من كده. طيب السؤال، اعرف اوصل دي لدي او دي لدي؟ المفروض حاجه واحده. طب اوصل دي لدي ازاي؟ ها؟ انا هقول حسابات من المحاضره اللي فاتت، فهمت انهم اكتر من كده بكتير. تمام؟ ف فك نفسك كده وقول، واطلع ما تقراش حاجه. يعني فعلا ناس اولى حسابات ناس كويسين. انا كانت مفاجاه بالنسبه لي المحاضره اللي فاتت، وبرضه المحاضره دي احنا شغالين بنجاوب، بنقول، بنفتكر القديم، بعيد عن ذهننا شويه بس بنجيبه وبنسال وبنعمل. انا عايزك تبقى المحاضره كده، تمام؟ اوصل دي لدي ازاي؟ ها؟ احط مكان الزد ايه؟ ها؟ اكس زد اي واي، مكان الزد اكس زد اي واي، ومكان الزد نوت؟ اكس نوت، ها؟ جميل قوي. اجيب الريال مع الريال، الايماجن مع الايماجن، اكس ناس اكس نوت زي الاي، واي ناس واي نوت، واي ناس واي نوت. اجيب الجذر التربيعي عشان اجيب المقياس يساوي اربع الطرفين، يديني العلاقه الاولانيه بالظبط. شو؟ طيب ودي؟ بوصلها لدي ازاي؟ فك التربيع. صعب. ما انا بقى لما كنتش عارف كومبلكس كان المفروض اوصل ليه دي. لها طرق كتير، منها الى
سكه التربيع. طب ما نشيل الاكس ونحط مكانها زد زد زي زد كونجيت على 2 مش كده؟ مش انت عندك اكس وواي عاوز توصل لزد، ما ربنا يسهل وزد كونجيت تمشي. ها يبقى بيساوي زد زي زد كونجيت على 2 احد الطرق، وال1 بيساوي زد ناقص زد كونجيت على 2. هاي احنا بس بنفكر المحاضره ولا كده لما ده الفرق قول طب ما عارف ولا اتنين اه بس بقول غلطته دايما بيغلط في دي ونفكر قبل ما تمشي على 2 ايه اه انسى الاي تضيع الدنيا. ليه؟ لان لما احط الاي هنا اكن ضربت في المقدار كله سالب اه، هقول لك البسط ضربت البسط والمقام يديني سالب اه، يعني هيغير لي الدنيا كلها اتنقلت من ريال لإيماجن لو هي كميه حقيقيه، وكمان ضربت اشاره. فالكومبلكس مشكلته في كده انك تكون مركز وانت بتشخص هنا اي اه هنا اه اضرب اد كده ماشي الحال. لو جبت الحاجات دي وحطيتها فوق وظبطت وطلعت عيني يعني طلع المعادله اللي انا بنطلبها ببساطه. لو انا فاكر التعريف يقول لي حول لي دي المعادله في الكومبلكس، قول لي دي بتعبر عن المسافه مربع المسافه من كذا لكذا، يبقى في الكومبلكس بين كذا على خلص. لو تعملوا انا في سهل القوانين هو مدرسها لك نظريات هو مديها حلو حلو. طيب كده انا عرفت محيط الدايره في الكومبلكس بين اهو في القرص اهو. بس لو قال لي كامل وفاضل والحاجات دي بتبقى لنا، لانه خد بالك التكامل في المستوى المركب هو اللاين انتجرال بتاع سيفرال فاريبلز هو بالظبط. فانا هحتاج المعادله بتاع المسار اللي همشي عليه عشان اكامل. طب قول لي اعرف اكامل بيها؟ لا لا انا عايزك بقى تقول لي النقط اللي موجوده على المسار دي علشان اعرف اكامل، ولما نوصل هناك اقول لك اه فاكر لما قلنا لك الدائره المعروضه كذا هنكمل عليها العلاقه كذا وتخلص. نعملها ازاي؟ قالوا بقى ما نكركعش الدنيا وناخد خطوه لورا، ودايما الهندسه كده لما تلاقي حاجه صعبه عليك هات مثال بسيط واقعد اتسلى معاه كده، تلاقي الامور ماشيه بمعلوماتك لحد ما توصل للنهايه وانت عارف بقى المثال ايه الجامد شويه. لو احنا خدنا دايره مركزها نقطه الاصل كويس؟ اهي ونص قطرها اه. يا ترى معادلتك الكومبلكس بين ايه؟ اه والله مقياس زد بيساوي اه لان زد موجود بزيرو زي ما اتفقنا هناك اتفق ايه؟ مفيش مشكله. طيب هناك اقصد في السيفرال فاريبلز هندسه تحليليه ممكن نتكلم عن الدايره دي ازاي؟ كنا بنقول والله هي لها قطتين اكس وواي بيتحركوا عليها ركز و اكس هي وواي هي و ار هي و سيتا هي. وكنا بنقول زمان اكس بتساوي ار كوساين سيتا والواي بتساوي ار ساين سيتا كويس ركز. ها احنا عمالين نلعب كده بالحاجات المعلومات اللي عندنا، لا بنحركها ونشوف نشتغلوا مع بعض ازاي عشان اطلع ايه. طيب ما هي زد لو انت عاوز المستوى المركب زائد اي وار وقلنا قبل كده، ولما اعوض بالار والسي ده هنا يطلعوا ها ار كوساين سيتا زائد اي ساين سيتا اللي قلنا انها بتغير القص اي سيتا يعني بقت ار بي قص اي سيتا. هي دي الدايره دي اهو بس السالب من كام؟ من 0 ل 2 بقى عشان المساحه كلها. يعني اقول ان مقياس زد بيساوي ار ده اهو يناظر زد بيساوي ار اي اس اي سيتا والسيتا اكبر من او يساوي زيرو واقل من 2 باي. لو مش عارف اكرر النقطه ولو انا بكامل اقول اقل من او يساوي لان النقطه في التكامل كويس كده؟ استنتج من كده ايه المثال ده؟ ان لو عندي معادله بالشكل ده مقياس زد بيساوي ار وعاوز اشيل منها المقياس عشان يبقى زد بس او ما اعمل ايه؟ اضرب في الطرف الثاني في اس اي سي. لو شلت المقياس حط اس اي سي ثاني خلصت.
وركز. لو انا بشتغل على المحيط كله اخد سيتا من 0 ل 2 بار. طب ولو على نص المحيط اشوف بقى من 0 باي من ماس باي على 2 باي على 2 اشوف هو حاططني فين واخد حدود السيتا بحيث انها تخلص المساله كويس والدنيا ماشيه. يبقى انا ممكن اعمل هنا نفس الكلام. لو شلت المقياس ده يبقى زد ناقص زد موت اخبارها ايه؟ ار اس اي سي. طبعا ما هي دي زي دي يبقى ار اس اي سي. طيب يبقى زد بتساوي ايه؟ زد نوت زائد ار اي اس اي سيتا وسيتا اكبر من او يساوي زيرو واقل من 2 بار. كده كده اهي كل ما احط سيتا القيمه يديني نقطه على المحيط بتاع الدايره. وبقى دي المعادله اللي عندي ودي اللي اشتغل بيها وكل حاجه. طيب بس المعادله دي شكلها مريب يعني ممكن ما ابقاش فاهمها. وهي بتمثل لي ايه؟ تعال بمنتهى البساطه الفيكتور يوضح لنا الامور. الفيكتور توضح لنا الامور. ركز كده يا باشمهندس. لو سالتك انا عندي الكومبلكس منين اهو ركز وزد نقط هنا والدايرة بتاعتنا اللي هو ده انا عاوز احط عليها المفردات دي فيزيك نقط بين ار اي والساي سيتا كمتجهات متجهات عشان تفهمني. ابدا بالسهل. يا ترى المتجه زد نقط بدل من نقطه الاصل وواصل ليه؟ النقطه زد نقط مش كده؟ جميل قوي اهو ده كده المتجه زد نقط. طب وفين زد اي نقطه على محيط الدايره؟ مش كده؟ اي نقطه على محيط الدايره وارتفع النقطه دي مثلا زد. يبقى فين المتجه زد؟ طب المتجه ده يبقى فين؟ زاد محصلة ها؟ سوي ده زائد ده على طول. شكرا يا باشمهندس. دايما زي ما بيشاور كده ده اهو هو ده ار اي اس اي سيتا. معقولة؟ اهو في المتجهات. طب فين الار بتاعته وفين السي؟ ركز. الار دايما المسافة اهي الار وفين السيتا الزاوية مع جزء الوجه المحور اكس. طب هو مش انت بتقول اللي هو بوزيشن فيكتور؟ ما انا لما في المتجهات انا هعمل بوزيشن فيكتور هنا ار اي اس اي سي اللي مديها لي الار والسيتا اللي مديها لي ها واعمل له ترانسليشن زي المتجه كده لما اجيب مجموع متجهين ازحلق متجه منهم عشان يوصل لنهايه الايه الاولاني واجمعهم على بعض وده اللي حصل بالظبط. ها وديته هناك وجمعت الاثنين على بعض ده المحصل. هي المعادلة دي هو بالظبط. يعني انا الفهم للكومبلكس نمبرز والفيكتورز لو تسمح لي اقدر اتحرك بالشكل ده وافهم الفهم ده احلى وزي ما انت شايف كلها حاجات بدائيه وبربطها بس مع بعض. كويس كده احنا اتكلمنا على المحيط. اي اسئله لحد دلوقتي؟ اي اسئله شباب؟ اي اسئله شباب؟ معانا؟ ماشي. طيب انا عاوز النقط الداخليه. ما انا اتكلمت على المحيط عاوز النقط الداخليه بس اللي هي ايه مش على المحيط جواه. طب النقط اللي جوه دي امثلها ازاي اذا كانت النقط اللي على المحيط طول عدتها؟ هتكلم دلوقتي عن ايه الانتيريور بوينت النقط اللي جوه هنا مقياس مع زد نقط بيساوي طب اللي جوه؟ اقل من فرصة. يبقى مقياس زد مع زد نقط اقل من ايه اللي اعرفها؟ اديني حاجه اطمن بيها بس ما تثبتيش انا مصدقك بس قول لي حاجه اطمن بيها. من ياكل لي؟ طيب احنا عارفين ان اي منحنى مغلق يقسم المستوى ليه حتتين، حتة جوه وحتة بره. وطبعا أي منحنى لا نهائي
يقسم المستوى الحتتين برضو، حتى فوق حتى تحت وحتى شمال يمين كده برضو. حلو ده. طيب طالما المنحنى ده يقسم المستوى الحتتين وانا عندي علاقتين اقل من واكبر من، يبقى واحده منهم بتعبر عن النص والثانيه بتعبر عن النص الثاني. لو انا ادعيت، لو انا قلت ان دي بتاع النص اللي جوه، مش النص يعني الحته اللي جوه، يبقى المفروض لو حطيت مكان زيت زيت نوت اللي هي دي اللي نقطه داخليه كده، يبقى لا مساواه تتحقق، يبقى اللي يطلع لي هنا لازم يكون اقل من النهارده، اه ما يطلع صفر مش زيت نوت ما زيت نوت بزيرو، لا دي نقطه داخليه اه ماشي. فلو انا اتلخبطت وانا ماشي ومحتار يا ترى هي كده ولا اكبر منها، اخد نقطه وعوض اقول لك العدد الصحيحه ولا اكثر، وتبقى الاكستيريور بوينتس النقط اللي بره اخبارها ايه؟ اكبر منها بس. يبقى الاكستيريور بوينتس دي تبقى اكبر منها او يساوي اوكي زدنا زد نقط اكبر من اسف دي اللي بره. السؤال الثاني، المنطقه دي مفتوحه ولا مقفوله؟ يعني ايه مقفوله ومفتوحه؟ يعني لو بتكلم عن المدرج اللي احنا فيه ده، لو انا بتكلم عن المدرج والجدران بتاعته يبقى كده المنطقه مقفوله، ها؟ الجدران قافلاه. كان بقول لك احنا المنطقه اللي معانا ها المدرج والجدران كده قفلتها. طب انا قلت لك اللي جوه المدرج بس مفتوحه مش كده؟ منطقه الحدود بتاعتها مش معانا، ما هو ايه اللي بيقفل منطقه حدودها؟ فلو الحدود بتاعتها موجوده معايا لاعتبار يبقى اذا المنطقه مقفوله، لو مش موجوده معايا تبقى المنطقه مفتوحه. يعني دي مفتوحه ليه؟ لان المحيط بتاعها اللي هو يساوي ار مش موجود معايا، لان المحيط بتاعها الجدار بتاعها هو ده، فلما اقول اقل من يبقى المنطقه مفتوحه، ودي كمان مفتوحه ليه؟ لان انا اكبر منه. طب عاوز اقفلها اعمل ايه؟ احط هنا يساوي او احط هنا يساوي، وبالتالي محيط الدايره قسم المستوى لثلاث حتت، نقط داخليه ونقط خارجيه والاثنين مفتوحين، والمحيط بتاع الايه؟ الدايره. كويس؟ لو ضميت المحيط لواحده منهم يعني اقول هنا اقل من او يساوي ار وسد زي ما هي، بقى منطقتين واحده منهم مقفوله اللي هو اللي يساوي ار، واحده منهم مفتوحه اللي هي بره، وممكن ادخل لبره واتكلم بالشكل ده، مقفوله مع محيطها مش مقفوله كده يعني. قالوا والله كلام حلو واحنا برضه موافقين معاك الدنيا تمشي. لا انا عاوز بقى زي ما عرفت الدايره كده وقلت انها نقطه تتحرك، اقول كلام زي ده كده يعرف لي الدنيا اعمله ازاي؟ نشوف. مقفوله ازاي؟ مفتوحه ازاي؟ من حوضه لا انا معاك اهو حاضر يعني مثلا ممكن اقول ان هي ار ناقص وحده مثلا او حاجه زي دي هتبقى محاضره حاجه تبقى مقفوله. انا هسال لك مثلا بسيط يعني. المدرج اللي احنا فيه ده لو ملوش جدران احنا قاعدين كده بنتكلم في الهواء بتاعه كده، لو واحد عدى كده حد يقول له حاجه؟ المنطقه مفتوحه. لكن لو في جدران هيخبط الاول استاذن، وهو استاذن داخل بايه؟ مقفوله. الدنيا مقفوله علينا معانا المحيط تمام، لكن مفتوحه بالظبط. برضه يا باشمهندس لو انت بتشتري حته ارض عشان هتبني، الراجل يقول لك ايه حدودك اهي، تعمل خيط كده ده الحد بتاعك ها. طيب لو ما دقلكش حاجه وما عملكش الخيط جارك بقى يعدي عليك متر ونص متر براحتك بقى، مش مفتوح مش مقفوله. المقفوله اللي انا اشتريت حته الارض والمحيط بتاعها، محيطها اهو بنيت سور في حقي، بقت منطقه مقفوله محدش تعدى على حرم محدش تعدى على املاك. لكن لو مفتوحه انا بقول لك لا، مين قال لك الحدود هنا؟ لا الحدود هناك كده هنا كده الحدود مفيش. ولا على فكره المعنى ده موجود، معنى موجود زي ما هنشوف دلوقتي، مقفوله يبقى حدودها موجوده ومعرفه، النقط دي هي الحدود اخر اهو. لكن لو مش اخر اهو لا يمكن تعرف اخرك فين. نعم اخر لا هقول لك دلوقتي عبد الرحمن اصبر عليا بس ما تقاوحش. لما اقول لك حاجه كده اقول اي، ولما امشي من غير ما اقول تقول لي ضحكت علينا هو فين؟ او ما اقول لك ماشي الحال؟ طيب نرجع بقى تاني. انا عاوز كلام زي بتاع الهندسه التحليليه بتاع تعريف الدايره يتقال هنا. يتقال ازاي؟ انا استنى انا هسمي المنطقه اللي اهي المفتوحه دي جوار النقطه زد نقطه.
اللي هو نيبر هود الجوار. ايه الجوار؟ النقط اللي حوالين النقطه. وانا قاعد كده مين جيراني؟ الناس اللي حواليا. طب الجوار ده كبير ولا صغير؟ براحتك. شوف الجوار اللي يناسبك. والله انا بس عاوز الناس القريبين قوي مني اعمل جوار صغير. والله ممكن ادخل بقى شويه من اللي بعد مني بقى جوار كبير شويه. عاوز ما فيش مشكله ادخل الجوار كله ادوار اكبر بس كلهم ايه؟ حوالين النقطه. تمام. فالجوار دايما منطقه مفتوحه عشان كده بعرف المناطق المفتوحه. ما ينفعش اقول جوار منطقه مقفوله. عشان استخدمه في تعريف ثلاث انواع من النقط دي. قالوا النقطة تبقى داخلية لو لها جوار ما كبير او صغير، خد اللي يناسبك. بحيث يبقى كل نقطه جوه المنطقة. يعني نقطة داخلية لا لها جوار اهو جوه المنطقة. واحد تقول لا ما كانوش جوار اهو، ماشي يعني جوار اهو. لكن لما تيجي هنا تاخد منين؟ جوار صغير. وتقول اهو جوار اهو جوه المنطقة، تعرف تعمل لي جوار كده؟ لا ما يناسبنيش. لان كده خرجت من المنطقه. فانا بعرف النقطه الداخليه هي النقطه اللي ليها جوار ما اي جوار ينتمي بالكامل للمنطقه. طب الخارجيه هي النقطه اللي ليها جوار لا ينتمي بالكامل للمنطقه. طب وايه المحيطيه اللي هي على المحيط بتاع المنطقه؟ بنت يبقى النقطه اللي اي جوار ليها، لازم تقول كلمه اي دي من غير اي تعريف ملوش معنى. اي جوار ليه؟ ها في منه شويه جوه وشويه بره. كده ايه؟ عرفنا الحته دي. زي بتاع الدايره بالظبط. يعني بيستخدموا الذكاء والمنطق والكلام عشان يعرفوا الحاجه بس. السؤال بقى. طيب انا عندي دلوقتي منطقتين مقياس زد اقل من واحد ومقياس زد اقل من او يساوي واحد. اهو. المنطقه اللي فوق مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوحه. واللي تحت؟ كويس. أنا عندي في نقط داخلية ونقط خارجية ونقط محيطية. الباوندر بوينتس هي النقط المحيطية. ها سميها باوندر بوينتس. أنا عاوز الباوندر بوينت بتاع المنطقة اللي فوق والباوندر بوينتس بتاع المنطقة اللي تحت. نبدأ باللي تحت. الباوندر بوينتس هنا إيه؟ مقياس بيساوي واحد. توصل الدايرة مقياس زد بيساوي واحد. والباوندر بوينتس فوق ايه؟ ها؟ ده اقل من واحد ده هي المنطقة. اقل من واحد دي هي المنطقة. أنا عاوز محيطها مش عاوز المنطقة. والمحيط منحنى. مفتوحة مقفولة المحيط منحنى. ما تقوليش الجدار أهو منحنى. الجدار مش كل المدرج، المدرج دي منطقة، لكن المحيط ها؟ برضه مقياس زد بيساوي واحد. يعني ده برضه المحيط بتاعها مقياس زد بيساوي واحد. بس الفرق ان هنا ما خدتش المحيط بتاعها، ماهوش معاها. لكن هنا المحيط معاها. بس لكن الاثنين مقياس زد بيساوي واحد. وهنا نيجي بقى لسؤال عبد الرحمن. ليه بقى الدنيا مش محدده؟ اقول لعبد الرحمن هنفترض دي الدايره بتاعتنا. واخد خط كده. اهو. انا عاوزك تجيب لي اخر نقطة داخلية في المنطقة دي، لو جبتها لك 20 درجة في اعمال السنين. غير معرفة اصلا رياضيا، غير معرفة، اخر نقطة غير معرفة، اخر نقطة داخلية غير معرفة. ايوه. زي اقرب نقطة للزيرو. اقرب قيمة حقيقية للزيرو بكام؟ غير معرفة. مش كده؟ واحد يقول لي 1 من 10، اقول له 5% اقرب. طب 1 من 100، 5% اقرب. طب 1 من مليون نصها اقرب. طب 1 في 10 نص ناقص واختار العدد اللي انت عايزه نصها اقرب. مش كده؟ اصغر عدد حقيقي غير معرف واكبر عدد حقيقي غير معرف. عشان الكلام المصطلحات الرياضيه والمصطلحات العلميه لها معنى. يعرفها الناس اللي بتشتغل في التحليل اللي انا بقول لك عليه ده. احنا عارفين انه اخر نقطه داخليه غير معرفه واخر نقطه خارجيه غير معرفه، لكن النقطه اللي حدودها عارفينها. كل اللي قبلها جوه يبقى داخل، كل اللي بعدها بره يبقى خارج. طب ليه ما قلتش مثلا الليمت لما الار تقول للصفر انت بالذات هتمتحنك في الليمت. طالما المقصود ده كده اجيب لك مساله ليمت واذا حطيت فيها خط يبقى لك الكلام ده. احنا كنا بنهرب من الليمت اصلا. تمام؟ انت كنت بتشيل نفسك من مشكله تودي نفسك في كارثه. لا عاوز ايه تاني؟ طب ساكت بقى عشان اعرف اشتغل. ماشي بقى. فكون النقط الداخلية بقت دلوقتي معرفة وتعريفها
النقطة الخارجية النقطة المحيطية والكلام اللي بقولك عليه ده معنى. وعشان كده بقولك منطقة مفتوحة. فين آخر نقطة فيها ولا حد يعرف؟ لا أنا ولا أنت. لكن لما تدق الحدود وتاخد خط كل نقطة على الخط دي بتاعتي. لأن ده إيه الحدود في المساحة اللي أنا شايفها. ها؟ لكن ما حددوش حدودي ما أنتش عارف آخر نقطة عندك فين. ما تعرفش. جرب بقى كده يعني. فاهم؟ إيه كمان عاوزين نعرفه في المنحنيات والمناطق في المستوى المركب؟ الإليبس دي شغلانة الشغلانات عندنا. ليه؟ بنستخدمه كتير قوي لو اشتغلنا كونفورمال مابنج اللي هو الشطر الاخير. طيب احنا مش عاوزين لك كونفورمال مابنج بتاع بس قول لنا كده معادله الاليبس في المستوى المركب تيجي ازاي؟ المعادلة أو تعريف الدايرة يقول لنا تعريف الإليبس. إيه تعريف الإليبس؟ دي مهمة عشان هيجي لك في الامتحان إليبس كذا أو عرف الإليبس أو يجيب لك جزء ويقول لك كمل الجزء الثاني مهم. أنا بقرأ في المحاضرة أول وأعرفك أنا بديك المفاتيح عشان ما تقولش إيه كتاب كانت غريبة عننا وما شفناهاش قبل كده درسناها في الابتدائي والإعدادي لا الإليبس نقطة تتحرك بحيث ايه؟ بحيث مجموع وضيع من نقطتين ثابتين يساوي مقدار ثابت اللي هو اتنين ايه؟ اتنين ايه؟ ماشي؟ انا علشان بقول لك ان ايدي الكومبلكس بايلوت وتعمل لك اي حاجة بسهولة هاخد الفس عام اهو الفس ده على محور اكس ولا على محور واي ولا الكلام اللي يعجبك ليه بؤرتين ألفا واحد وألفا اثنين وليه اثنين ايه؟ اللي انت عارف ها؟ اثنين ايه؟ طيب أعرف أجيب معادلته في الكارتيزيان أعرف أجيب المعادلة أجيبها سهل نشرح طب أجيبها في الكومبلكس أسهل ها؟ بعدها عن النقطة الأولى يبقى مقياس زد ناقص ألفا واحد هذه بعد الزد اهي عن النقطة الأولى زائد بعدها عن النقطة الثانية زائد زد ناقص ألفا 2 بيساوي 2 إي دي معادلة الإليبس هل في شرط؟ في شرط عندنا هنا؟ ولا أي ألفا 1 وألفا 2 وأي 2 إي تمشي؟ إيه اللي أكبر من إيه؟ لا ها؟ 2 إي أكبر من ألفا واحد زاد ألفا اثنين ألفا أكبر من أو يساوي أيوة مقياس ألفا اثنين ناقص ألفا واحد ولو سوى إيه اللي يحصل؟ يبقى المحيط يعني الإليبس إيه؟ ينهدم على نفسه يبقى على قطعة خطية مضربه مفيش طينة انا فاكر ان انا يعني جبت خلاص ماشي طيب السؤال ازاي احول المعادله دي لمعادله إليبس اللي احنا خدناها في الهندسه التحليليه لو عملتها لخمس درجات في عمارس مش انا بقول لك في معادلات صعب جدا الشغل عليها بالطرق التقليديه والطرق الجبريه خدها بقى كده مسألة عندك بس ما تقومش نفسك فيها نصيحة مني لكن خلاص عندك وقت يعني وعايز الخمس درجات غاليين عليك لا اعملها حول المعادلة دي المعادلة بتاعة الإليبس العادية اكس ناقص اكس نقطة كل تربيع على اي تربيع ار بي على بي تربيع بتساوي ايه ظبطها كده وهاتها لي وخد خمس درجات ماشي حب ما ده الكومبلكس هانز بيخدمك بيسهل لك الامور في بعض الاحيان ماشي حد القطعه في المحاضرات بتاعتي مش مظبوطه طالب الكهرباء سالوهم عملت ايه في الكهرباء في الترم الاول انا بسالك بقى محترم مش فاهم ولا انا مش فاهم فاهم ولا انا فاهم عشان افهمك تقعد تطقطق كده ما انتش راجل لا مؤاخذه يعني ليه لانك فعلا ما انتش راجل انت مش عارف تواجه الموقف يعني انا بسالك انت فاهم تقول له طق بتبيع دورها مشوي ولا ما ينفعش يعني عيب وعلى فكره انا اطلعه سهله
باشمهندس يقعد كويس، يقعد كويس، واضحة؟ واللي جنبك يقعد كويس. محاضراتي ما فيهاش تهريج يا باشمهندس، أنا بفك المحاضرة بس عشان تتابع معايا، أعرف المحاضرة ساعة بس. لكن نقفل ونطلع بره ونعمل الكلام ده موجود يعني، أنا في محاضرتي ما فيهاش كلام ما فيهاش تهريج. عشان تبقى فاهم. أنا بس سايب المحاضرة شوية علشان الموضوع سهل وبسيط وبنجمع بس أفكارنا، وعاوزك تنصحصح معايا في المحاضرة. بس غير الكلام ده للتهريج مش هينفع. ماشي الحال؟ ماشي الحال. طيب إذا حاولنا نناقش بعض أفكار سريعة. لو قلت لك معادلة خط مستقيم في المستوى المباركة، فكر كده تعملها ازاي؟ فكر تعبرنا عن خط المستقيم في المستوى المركب ازاي؟ طبعا انا وريت طول كتير قوي، بس يعني نفكر مع بعض. لو انا عاوز اربط عباس تحليلية مع كومبلكس اناليسي او غير معادلة خط مستقيم في المستوى المركب، تعمل ازاي؟ برضو حاجة زي كده بسيط. لو في المستوى المركب خط مستقيم، ركز. طبعا لو انا عندي خط مستقيم معين هختار المستقيم بشكل معين، لكن لو كده عاوز اي خط مستقيم هختار اي مستقيم واسمي زد واحد وزد اثنين. ركز. لو افترضت كده ان انا وصلت منهم وجبت المنتصف بتاع الخط القطعه الخطيه الصلبه وعملت عليها عمود نروح للمدى النهاية ناقص مدى. معالجة الخط العمودي ده عبارة عن قطع زائد. أي نقطة عليه، إيه العلاقة اللي بتحققها؟ البعد إيه ده؟ نسوي البعد ده كده؟ يعني البعد ده لازم يساوي البعد ده، دول لازم يكونوا متساويين لأي نقطة على الخط المستقيم، لكن أنا بحاول أجيب خاصية تجمع كل النقط اللي عندي. يبقى مقياس زد ناقص زد واحد بيساوي مقياس زد ناقص زد اثنين. دي معادلة الخط المستقيم. طب معادلة الهايبرابولا تيجي ازاي؟ عندك برضه نقطتين وفرعين، الدنيا تمشي، بس ايه؟ نقطة تتحرك بحيث يكون الفرق بين بعدي عمودين ثابتين يساوي مقدار ثابت. والمقا دي معكوسه المفروض اكبر منها تبقى اقل منها ويساوي والقصه اللي بعدها. يعني اذا كل المنحنيات اللي انت خدتها في الهندسه التحليليه ممكن اجيب بديل ليها في الكومبلكس المركب في الاعداد المركبه او الكومبلكس الدين، واقدر اشتغل هندسه تحليليه، اقدر اشتغل فيكتورز، لانه زي ما انت عارف الاسبالات اول يعني مثلا اسبال زي كده لو حاولت تحوله من كارتيزيان لكومبلكس مش هتقدر توصل له. فعلى طول انت بتاخد بقى الطريق الاسهل انك تعرف الناس التحليليه شويه، تعرف شويه فيكتورز علشان توصل للشغل بشكل اسهل وبشكل ابسط. الكلام ده هينفعنا كتير قوي في الجزء اللي جاي للهضم، وهنكرره كتير ونقوله كتير ونتكلم عليه كتير علشان الكلام يوضح في ذهننا وتبقى الامور واضحه. اي اسئله في الجزء اللي فات؟ اي اسئله؟ كده خلصت شابتر واحد، ان شاء الله نبدا الاسبوع الجاي شابتر 2.